أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أبطل أثر كل عين معجبة، كل عين متعجبة، كل عين قديمة منذ الصغر لازمت. اللهم أبطل أثر كل عين متراكمة، اللهم أبطل أثر كل عين قوية نظرت فاستحسنت فما بركت. اللهم أبطل أثر كل عين حارة تمنت واشتهت لزوال نعم الله عن الإنسان تمنت. اللهم أبطل أثر كل عين حارة عيون الأقارب والمعارف، عيون الجيران والأصدقاء، عيون الغرباء، عيون الرجال والنساء، عيون الإنسان والجان. اللهم عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم أبطل أثر كل عين أصابت جسد الإنسان فأتعبت وأمرضت وأكسلت وأقلقت وأسهرت. اللهم أبطل أثر كل عين قوية أورثت للإنسان سرطانا أو مرضا مستعصيا. اللهم أبطل أثر كل عين فرقت بين الإخوة والأخوات، بين الآباء والأمهات، بين الآباء والأبناء. اللهم أبطل أثر كل عين فرقت بين الزوجين بالقلوب والأجساد والأرواح. اللهم أبطل أثر كل عين لجمال الوجه وبهاء المنظر أذهبت. اللهم أبطل أثر كل عين لسهولة الحمل والإنجاب عسرت. اللهم أبطل أثر كل عين لسهولة الحمل والإنجاب عطلت. اللهم أبطل أثر كل عين آلمت وأوجعت. اللهم أبطل أثر كل عين للبركة محقت. اللهم أبطل أثر كل عين استقر تأثيرها في الرأس واللسان والفك والأسنان، في العينان، في الرقبة، في الأكتاف، في الصدر، في الظهر، في البطن. اللهم أبطل أثر كل عين استقر تأثيرها في الرحم، في القولون، في الدماء، في العظام، في الرجلين، على أعصاب الإنسان والشرايين والأوردة ضغطت وأثرت. اللهم أبطل أثر العيون كلها عن هذا الجسد. اللهم حرقها تحريقا، قطعها تقطيعا، دمرها تدميرا، لا تبقي لها أثرا ولا تذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.